أفريقيا أرض نحتتها الأزمنة، قارة تجمع بعض الحيوانات المفترسة الأكثر فتكاً على وجه الأرض. هذه المخلوقات متخصصة كل منها باستراتيجيات صيد مختلفة، أسياد التخفي والسرعة والتنكر، وحوش تتمتع بحواس وتقنيات قاتلة وقدرة هائلة ومهارة عالية وصمت ومكر وخديعة وتنكر. لهذه الحيوانات المفترسة هدف واحد، القتل. لن يكون أمام الفريسة فرصة في وجه وحوش أفريقيا الأكثر فتنة. عصر مرة كانت فيه السماء حمراء اللون، لكن الزمن يشفي كل الجراح وتنتصر الحياة. هذا واحد من أقدم الأنظمة البيئية على وجه الأرض. بيئة بقيت عذراء على مدى السنوات المليون الماضية. إنها السيرينجيتي. هذه المراعي المسطحة والشاسعة توفر الطعام لساكنيها بعد أن تحولت إلى حقل صيد لأكثر الثدييات سرعة في العالم. صياد بري تمكن الفراعنة المصريون فيما مضى من ترويضه. إنه الفهد الصياد. ولكي يعيش ويزدهر فوق هذه السهول المفتوحة، تكيف هذا السنوري بطريقة خاصة وفريدة. وعلى غرار معظم السنوريات، لدى الفهد الصياد حواس معقدة، إضافة إلى أن فراءه المرقط يساعده على النجاح في التنكر. لكن هذا الحيوان لا يعتمد على التنكر فقط لكي يصطاد، بل يريد أن تهرب فريسته. يمتاز جسم الفهد الصياد بوزنه الخفيف ودينامياته الهوائية الفريدة، رأسه الصغير وقفصه الصدري المسطح والطويل وساقاه النحيلتان، كل ذلك يخفف من مقاومة جسمه للهواء، بينما تؤمن فتحتا أنفه الواسعتان وصول الهواء إلى رئتيه الضخمتين. كف الفهد الصياد مخددة وقاسية ومزودة بمخالب كبيرة نصف قابلة للسحب، وذلك للجر الأقصى خلال المطاردات بسرعات عالية. من هذه الطبيعة قد صقلت الفريسة أيضا لتكون سريعة رشيقة وخفيفة الحركة. لكن الفهد الصياد متخصص بميزة واحدة، السرعة. القلب الضخم داخل جسم الفهد الصياد يضخ الأكسجين في أوعيته. الليونة في عموده الفقري وعضلاته المرنة ميزات تمكنه من الوثب لمسافة 8 أمتار. يعمل ذيله الطويل كدفة موجهة تؤمن له الثبات عند الالتفاف والانعطاف بسرعة قد تصل إلى 113 كيلومترا في الساعة. سنة يخوض الفهد الصياد تحديا كبيرا يتمثل في اصطياده حيوانا يبلغ 3 أضعاف حجمه.
تقود الأمطار واحدا من أضخم قطعان الثدييات البرية المهاجرة على وجه الأرض. آلاف من حيوانات النوي والزرد تجوب السهول المكسوة بالغبار في رحلة للبحث عن الطعام. تتباهى حيوانات النو بقرون ضخمة قوية وبجمجمة قاسية صلبة. إن حجم الفهد الصياد لا يبدو مناسبا لمواجهة حيوان النو. القطعان الكبيرة تؤمن الحماية للعجول الصغيرة الضعيفة المعرضة للخطر والتي ترافق الحيوانات البالغة في هجرتها، لكن فرصة الفهد الصياد الوحيدة في النجاح تكمن في المطاردة. تشتت الفوضى المفاجئة القطيع فتنفصل الأمهات عن عجولها. يزيد الصياد من تسارعه ليصل إلى 96 كيلو مترا في الساعة في أقل من 3 ثواني. يلهث حيوان النوي الفتي بحيث يتمكن الفهد الصياد بأسنانه القصيرة من سحق قصبته الهوائية من دون عناء، لكن للسرعة العالية ثمن. يشكل التسارع الكبير خطرا كبيرا على قلب الفهد الصياد، إذ يرفع حرارة جسمه لدرجة غالبا ما تكون خطرة على سلامة الدماغ. عليه أن يرتاح قبل أن يأكل، لكن الإرهاق الشديد وعدم القدرة على القتال يجعلان من الفهد الصياد ومن فريسته على حد سواء هدفين سهلين أمام حيوانات مفترسة أكبر حجما وأكثر عدائية تكون على مقربة من القطيع. إنها الأسود. على عكس الفهود الصيادة فالأسود لا تستطيع المطاردة لمسافات طويلة. كتلتها العضلية الضخمة وقلبها الصغير الحجم يحدان من سرعتها فلا تزيد على 58 كيلو مترا في الساعة. لا تقف الأسود عند حجم الفريسة، لكنها تعتمد طريقة أخرى في الهجوم. توفر لها أعشاب السافانا المرتفعة غطاء مثاليا لكي تنصب كمينا للفريسة.